يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خرج علينا البعض يفتي بجواز المظاهرات ويستدل بحديث، ونرجو بيان كيفية الرد على هذا. يقول: تجوز المظاهرات لحديث لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، بشرط أن يسلم من المخالفات الشرعية ومن التخريب والفساد في الأرض، وأن يكون وسيلة مناسبة صالحة لتحقيق الهدف. أرجو بيان حكم هذا الاستدلال، وهل تجوز إقامة المظاهرات؟ الحمد لله، هو رد على نفسه لأن المظاهرات فيها إفساد وفيها شر وفيها، وقال بشرط أنها تخلو من هذه المظاهرة. ما تخلو من هذه الأمور، لا بد يأتي فيها هذه الأمور، لا بد. أن هو رد على نفسه لأنها ما تجوز لأن فيها هذه المفاسد، وكون النساء جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة يأتون ويسألون يستفتون النساء والرجال، وليس هذا من باب المظاهرات، وإنما هذا من باب السؤال، جئنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، المظاهرات ليست من عمل المسلمين، وإنما هي من مستوردة من أعمال الكفار، ولا تحق حقا ولا بل إنها تزيد الباطل باطلا بالتخريب وبالكلام السيء وبالأمور المعروفة. المظاهرات ما صاحبها أعمال معروفة من القتل، أحيانا تصل إلى القتل وإلى سفك الدماء وإلى الضرب وإلى آخره، وإلى تخريب الممتلكات. نعم.